في ناس مستغربة ان انا ازاي بعلي الشخصيات بتاعتي 1400 كاس بسرعة. احب اقول لكم ان انا بحاول على قدر الامكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل صحة وحال دايما ان شاء الله. ورجعنا تاني مع بعضينا في السلسلة الذي لا تنتهي في لعبة زوبا. النهاردة ان شاء الله يا جماعة هيكون الفيديو بتاع النهاردة عن شرح شخصية في شخصية فوق 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 الخيال حرفيا، وهنشوف ده مع بعضينا. قبل اي شيء ما تنساش تعمل لايك كتير على الفيديو عشان نوصل لاكتر عدد من المشاهدين. اشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، فعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد بنزله في القناة اول باول. في ناس اتكلمت معايا وقالت لي مستحيل توصل للجواهر. يا جماعة انا وصلت للجواهر فعلا وخدتها حرفيا، عشان في ناس قالت لي لا يمكن توصل للجواهر، انا وصلت لها اهو زي ما انتم شايفين. والصندوق الليجندري ده بقى اللي من مستحيل المستحيلات انك توصل له، يعني 710 نقطة وفاضل حوالي نص يوم اهو، حوالي 12 ساعة 14 ساعة، يعني نص يوم. ليه بقى هم مصعبين موضوع الصندوق الليجندري ده؟ عشان في 116500 دهباية وصندوق ليجندري معاهم. لو كان الصندوق الليجندري لوحده كان ممكن يكون من 300-350 نقطة، كان ممكن يكون في أمل إن احنا ناخده. إنما 116000 دهباية دول هم اللي رفعوا النقط ل 710 نقطة، فده من المستحيل إن احنا ناخده. فمش مهم، خلونا نبدأ جيم بفي ونقول ليتس جو عشان نشرحها لك. وزي ما احنا شايفين كده مع بعضينا يا جماعة، في ناس مستغربة ان انا ازاي بعلي الشخصيات بتاعتي 1400 كاس بسرعة. احب اقول لكم ان انا بحاول على قدر الامكان ان انا انزل بيك تيم، بحيث ان انا يكون معايا شخصيات تقدر تساعدني على المكسب. بيبقى في امل كبير ان انت تكسب مع شخصيات، انما لو بتلعب لوحدك، بتلعب دو، بتلعب تريبل، بيبقى الموضوع صعب شوية. فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تنزلوا بيك تيم، ولو حسيت ان انت هتخسر الجيم حاول بقدر الامكان ان انت تقف مع التيم بتاعك. عرفت تنقذ التيم وكمل كمل، معرفتش حاول ان انت لو التيم بتاعك كله وقع تقدر ان انت تهرب تستخبى في الماب، على الاقل انك ما تخسرش كاسات. فخلونا ناخد السلاح الرابع بتاع في، زي ما بقول لكم السلاح الرابع بتاع في. احب اقول لكم يا جماعة ان الشخصية الوحيدة اللي ليها اربع اسلحة هي شخصية في، زي ما انتم شايفين بتلعب بي السبير زي ما احنا شايفين، مسافته ما بتعلاش خالص، هو ده اخر مسافته ليها. وبتلعب بي البو، مسافته رهيبة جدا جدا جدا. والبوم ده بقى فوق الروعة، لما بتحط التريبل بومب مع بعض، بصوا كده، بصوا لو ضربنا ضربة، بص التريبل بيتوزع ازاي، رهيبة حرفيا. والشوتجن السلاح الرابع مسافته رهيبة جدا، والعرض بتاع الضربة رهيب حرفيا. لما بتاخد الشوتجن بتاع الليجندري جارد مفيش حد بيقف قصادها حرفيا.
غير السكيل بتاعها يا جماعه، زي ما احنا شايفين اول ما حد انمي بيعدي في الدايره دي الشاشه كلها بتسود عنده وما بيشوفش حاجه. ففي حرفيا شخصيه رهيبه زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. بصوا انا وانا بشرح بقينا الكام، السادس، انا خدت 5 كاسات من غير ما اعمل اي حاجه، زي ما انتوا شايفين 5 كاسات من غير اي حاجه. انا كده كده عارف ان التيم اللي هيبقى موجود هيبقى رهيب، يعني مش هنعرف نكسبه. بصوا ليفل 18، يعني مش هتكلم، افهموا انتوا بقى، افهموا انتوا. فزي ما احنا شايفين مع بعضينا كده يا جماعه، انا في معليها 1200 كاس بسرعه جدا، بسرعه جدا 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 فوق مما تتخيلوا. خلونا ندخل الجيم بقى مع بعضينا كده ونحس بمتعه اللعب شويه. هخليكم تعيشوا مع الاغنيه وعيش مع الجيم. خمنوا كده الجيم ده هنطلعوا بكام يا جماعه، وتعالوا نشوف. Specific frequency. Fingers stained with blood, been grasping all day, losing my touch with reality. Driving all day, searching all night, can't seem to focus this double sight. This is a tale. وزي ما شفنا يا جماعة طلعت العاشر وما خسرتش كاس. خلونا اديكم تقييم الفي. في انا شايفها شخصية، مش هقول سريعة ومش هقول بطيئة، شخصية رهيبة. السرعة بتاعتها جميلة جدا، متوسطة. الاسلحة بتاعتها يمكن العيب الوحيد ان السبير ما بيعلاش في النقط بتاعته، المستوى بتاعه ضربته واحدة ما بيطولش،
البعد بتاعه ما بيجيبش لبعيد، البومب جميل، البو جميل، والشوتجن بعده حلو وعرضه حلو بس الدمش بتاعه قليل اللي هو الضرر. لما بتيجي تضرب بيه حد الضرر بتاعه ما بيبقاش قوي زي شخصيات كتير زي بروس زي بوك زي نيكس زي تشيلي. في شخصيات كتير الشوتجن بتاعه رهيب. فخلوني تقييم الفي اديها 9/10، حرفيا تقييم مناسب جدا 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 لفي رهيبة حرفيا. اللي مجربش فيه صح على الليفل اللي انا بلعب بيه ده يا جماعة ليفل 11 رهيبة والله. فاكون خلصت معاكم شرح فيه كده النهاردة. عايز اشوف تقييماتكم الفي هتكون كام، سيبولي في الكومنتات وعرفوني ليه قيمتوها التقييم ده كتير ليه قليل ليه. عايز اعرف تقييماتكم والاسباب. ممكن يكون لك وجهة نظر تحترم غير وجهة نظري البسيطة، خلونا نشوفها وعرفها. ما تنسوش لايك كتير على الفيديو عشان نوصل لأكبر عدد من المشاهدين. ما تنساش تشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، فعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد بنزله في القناة أول بأول. ما تنسوش تصلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب، عليه أفضل الصلاة والسلام. وانتظروني في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.